أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف ندعو الكفار بالموعظة أو بتذكيرهم بأعجاز النبي صلى الله بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفي محاسن الإسلام، وما حكم السلام عليهم من باب الدعوة؟ السلام عليهم لا يجوز بداءتهم بالسلام، لكن إذا سلموا يرد عليهم السلام. وأما دعوتهم وبيان فضائل الإسلام وبيان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب من أجل أن يهدي الله من يشاء منهم وتقوم الحجة على من لم يقبل بعد البيان. نعم.